لواحد الاخت اللي العبره راه غتستافدوا منها كاملين، وانا معاكم حيت حنا المغاربه والجزائريين كاملين عندنا هذه العقليه اللي بغيت نهضر عليها ونزيد نهضر عليها. وقيلا غنعيا ما نهضر وما غاديش نوصل لشي حل. كنتمنى تدخل لكم من ريوسكم، غير حاولوا تسمعوا والله العظيم حتى غتعجبكم. ما غاش نطول بزاف ندخل القصه، من بعد غادي نقول انا يا شنو في قلبي مورا القصه. البنات بغيتكم تستفادوا مزيان. انا مزوجه هذه 23 سنه وكان عقلي في الدار ومع ولادي بحالكم، كنتقشف ونشري المواعن والديكورات ونشري الطلامط وندخل القرعات، المهم فرشت وصايبت وخليت الدار زوينه. ولادي كبروا، الكبير في ولادي عنده 21 سنه والصغير 10 سنين. المهم لقيت راسي كبرت وانا ما درت والو في حياتي، شرفت وفاتني الوقت الزوين اللي كان خاصني نعيش، عطيت حياتي كلها لولادي ولداري ونسيت راسي. بغيتكم كيف كتهتموا بديوركم اهتموا بريوسكم هو الاول وبصحتكم وعيشوا الحياة. لا الراجل ولا الولادة يعقلوا عليك، ومن اللي بغيت دابا نتهر الله في راسي ونحاول نعوض غير شوية من اللي بقى ليا في الحياة ونفرح براسي. ولادي ولاو كيقولوا لي تسطيتي، مع العلم انني موظفة وخدامة في دار وفي الدار وفي الزنقة. الله يرضى عليكم البنات، تهلاو في ريوسكم، تهلاو في ريوسكم بزاف، وتكوني انت هي الاولى في الحسابات ديالك. ما تخلوش اهتمامكم بالديور وبراجل والولاد لحقاش حتى واحد ما غادي ينفعك. عرفتوا الراجل شنو كيقول لي دابا؟ كيلومني حيت كنت مقابله دار وولاده، كيقول لي شرفتي، وولادي كيقولوا لي تسطيتي. المهم تهلاو في ريوسكم وصحتكم، وسمحوا لي البنات اللي تشكيت عليكم وشاركت معكم قصتي. انا تقريبا دوزت في القناه ديالي بزاف ديال القصص، يمكن تاثرت لكن ماشي بالدرجه ديال هذه القصه. صاحبه القصه اثرت فيا، اثرت فيا حيت احنا كاملين عايشين هذه الحياه بنفس الطريقه. انا حاولت نقرا لكم القصه بسرعه ومختصره، غنعاود نقولها لكم، قلتها لكم بزاف المرات وغنعاود نقولها لكم. ما عرفتش كيفاش نقول لكم واحد الكلمه، بعدا انا كنقولها للبوب راه كيتفرج فيا وراه عارفه. كنقول لها با انا ما كنت في المغرب كانوا عندي رجلين اللي يلبسوا الصباط، دابا عندي باش نشري الصباط باش متى بغيت، كما بقاوش عندي رجلين اللي يلبسوا ديك الصباط. فهمتوا؟ يعني دابا الا ما كانش صباط سبيسيال وغالي امشي كنتفورما ما نقدرش نلبسه حيت غادي يضرني في رجليا. لذلك انا كما كنقول لكم اليوم انت عندك الرجلين باقا باش قد كتمشي، باقا كتمشي على رجليك وعندك باقي تجي عليهم، ولكن انت يا بركه على تمر والدمير وخصك ها مطلب بقي في هذيك الغربه وما تدي وما تبدلي دوك الطليمطات. انا كنهضر مع الشبكه اش غنقول لكم، مع الطبقه الكادحه في حالي. يمكن انا دابا كنهضر متوتره ومأطره، باقي فيا الحال عليكم، ما بغيناش نخطئوا الخطا ديال هاد السيده. فعلا الولاد كتكبري شويه مادام كيشوفوا كيما تندي معاها ملطه وديما دايره كالراجل، نهار كيشوفك كيكبروا شتي ما كيصوموا داكشي يشوفوك غير دايره شويه تاع العكر، يبدا يقول لكم حي داكشي وما عارف واش حماقيتي وما جاش عليك ولا نادفع جبانك ما يعجبهمش الحال ولا مقاده ولا مصايبه شعر وخاف في الدار نقولوا راك داير الفولا في الزنقه، ومع ذلك ما يعجبهمش الحال ويعايروك ولا يقول لك شنو دايره في راسك. والراجل فين ما يدور كما هاد المراه شرفتي، اما ان الاوان نغيروا هاد العقليه ديالنا حنا العرب. الفراش غلط ضيافين، شي بيجامه زوينه هي في الماري ان شاء الله نلبسها في العيد، ولا مشينا عند شي حد ولا جا عندي شي حد. اما ان الاولاد محبوسين، الاغلبيه الحمد لله عندهم الديور، ولا المغرب معروف الدار دايره كالمتحف، كاين المتحف، غيروا هذيك القضيه ديال المتحف، تبرعوا وعيشوا وانتم مجموعين كالقرده في السطح، ما نعرف بوطاجي ديال الحديد ولا وديك البيت ديال السطح يضل يقتل فيكم بالحراره في الصيف، في الشتوى في البرد فيكم، والدار مفرشه جوج طبقات، ها الفويونس في الحيوطه والسقوفه مزوقين بالقبص
وانتو مهما متعينش نهائيا، الماكله مقرزين فيها، الخروج ما تخرجوش، التفواج ما تفوجوش، وتجمعيهم ب 400 وبالفرنك وتمشي، اما تديهم المذهب، اما تجمعي الريالات، اما تفرشي بيهم الدار، الجلابه ما كتعزيها في راسك، كوافوره واخا نقولوا 20 درهم صايبه شعرك، ما عرفت انا 20 درهم 10 درهم، انا ما بقيتش عاقلاني بزاف باش خرجت من المغرب صايبه شعرك عند عف مدرسه الحلاقه كاع. انا راه هادشي اللي تنقولوا لكم، بزاف منكم ما باغينش يدخل لهم راسهم، اللي باقين صغار 25 24 26، ولكن ملي تتوصلي للربعين وتيخونك الرجلين، تخونك الصحه، كل شيء كيخونك، وما تلقاي على من تتكي عاد غتحسي. تقدري تقولي انا راجلي مزيان وانا هذا، ولكن انا كنقول لك الا خططك صحتك غتلاحي، حتى حد ما يقدر يدير لك شي حاجه، وحتى واحد ما غادي يعقل عليك. الا تقدي تلعبي رياضه لعبي، الا تقدي تمشي مع انت وشي مره صاحبتك ولا جارتك ولا اختك ولا انت وماماك خالتك عمتك اللي قريبه لك انت وعجوزتك، خرجوا تمشيو، تحركوا لعبوا الرياضه، تمشي، خلي امهم ديك الماء ما يتغسلوش، ما عندهم ما يجرى، هذيك الصالونه ما تشطبتش ماشي مشكل، تنغد ليه وتدار، بان لك الجو زوين استغليه وخرجي، وخرجي وليداتك وسيري جلسوا في شي جريده، وشري واخا غير القليه، شري غير القليه وسيري جلسي انت في شي جريده وجلسي مع العيالات، ما عندكش باش تاكلي برا، ما عندكش، الله يحسن العون الدنيا هانيه، صايبي غير طيطه وقليها قريصات في الدار، وجيبي غير سريديلات وصايبي لولادك سندويشات وسيري خرجي للطبيعه، بيجي الصيف هكا خرجي للبحر، ما تبقاوش سادين عليكم في تماره عمركم ما يتقادى وتموتوا، وما كيعجبكمش الحال منين نقولها لكم، ما كيعجبكمش الحال وتقول لا 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 كتعايرنا، عمركم ما يتقادى وتموتوا. وانتم في تماره وتجي لدك ودردك في ديك الفراشات اللي ديك انت مهزز عليهم، وما خليتي لا ولادك يلعبوا فيهم، ما خليتي ولادك يدخلوا ديك الصاله، ما مسيتوا دوك الطلامات تقول ما عرفت ديو للويز، هي عارفين ما يعني ضربتوا تماره باش جمعتوا ديك الحاجات، ولكن تمتعوا فيهم، تمتعوا فيهم، هاك الكوزينه اللي عادي كورما كطيبوش فيها طيبوا فيها ودخلوا ليها، ليه مجموعين اما في بيت محشيين تحتي اما محشيين في السطح، راه زعما هادشي اللي عايشين فيه المغاربه، لا تخرجوا تقرضوا الزلاء وتسني تمشي تجيبي ديك الخضره مع العشيه، وهادي ما قداش نجيبها، وهادي اللي ما ناكلهاش، وهادي ما عنديش، ولا غاليه هادي، لا لا لا، غتعيشي غير مره واحده، ما تقرزيش على راسك، واخا جيبي هي وحيده، هي جوج، قسمي انت ووليداتك وذوقي وكلوها، وما تقوليش لا راه غاليه هادي ما غندوق، ما عنديش باش نشريها، وتقرزي ولبسي، واخا خليك شري واخا غا من القديم من البال، وصبني وصلحي وتفركسي مع راساتك وبدلي، ها وجوج بيجامات زوينين الله يجعل البركه، ندوز بهم الشتوى بينوار جوج، ومره مره نبدلو، ورويحه، ومشريش الريحه وتخليها في الماريو عام، ما يمكنش، هزي ورشي يوميني ومرش لي جوج رشيشات، ونوض مشط شهري، وزويته زوينه وتلمع ديشها شويه زيت العود، الله يرضي عليكم، ما تمتعوا وعيشوا، غتندموا غتندموا، غتمار عيت ما نقول لكم، الصابون وتيدو جافيل، حكه الكوزينات، حكه الطواليطات، والله ما غتستافدوا، اقسم بالله تغضيعوا صحتكم، عمركم تقدر تركبوا حساسيه بتاع داك جافيل، جافيل ديال عبار حكيه ما تحكوا البيدوات، والله العظيم انت غادي تجيبها غفريسكم، هاكا نتوما تلحسوا في الدروج هابطين تسيقوا وطالعين حكيه ما تحك بلا فائده، وتاب الدراري ما تلعبوش، ها رسختي السروال، وتابعهم غاديه بهم جايبه من مدرسه الدريم، تخليهم شي يعيشوا على حياتهم، ما تيلعبوش في طفولتهم، ما كيلعبوش مزيان، ما كيستراحوش مزيان، خليهم يخمجوا، خليهم يلعبوا في الغيس، وانت الا خفتي على الصبه ديري لهم بطع ميكا، وخليهم يجريو تيعياو، ولبسيهم حوايج عاديين، وملي يكونوا غاديين للمدرسه ما تقولوش هادو من العيد للعيد، لا جا عندنا الناس عاد نحطوا في الطباصل، لا جاو عندنا الناس عاد نجلسوا هنايا، لا جاو عندنا الناس نخبيو هادي في الفريكو، لا جاو الناس عاد نطيبوا ونحطوها اليوم، عيشوا، ما ضمنتيش عمرك واش باقي فيه من هنا لغدا، ما ضمنتوش، شحال من واحد كان باقي صغير وبات من الصباح، شحال من واحد مشى تكا مع الظهور ما ناضش، عيشوا وتمتعوا، وما تبقاوش تقولوا غنخبيو لغدا نخبيو لغدا، ايه ما تكونوش مسرفين، ولكن ما تقرطوش على راسكم، وانا ملي قلت لكم نقي عافي فين يشوف محمد جاتكم عجبو بقيتو كتضحكوا، راه تنقول لكم المعقول، نقعي فين يبان ليك.